السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. الخزنة اللي قدام حضراتكم دي فيها الدلائل بتوع الصبابات بايظين، الدليل ده هو والدليل ده هو، ومحتاجين ان احنا نغيرهم. تمام، في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على طريقة تقدر تغير بيها دلائل الصبابات بنفسك من غير ما تحتاج انك انت تروح المخرطة. بس قبل ما نبدأ، يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اولا كده قبل ما نبدا في تغيير دلائل الصبابات، عاوزين نعرف ازاي بنعرف ان الدليل بايظ ومحتاج ان هو يتغير. بنيجي اول حاجه هنا على الدليل وبنجيب معانا الصباب بالشكل ده هو، وبنزل الصباب جوه الدليل كده بالشكل ده، وباجي هنا من فوق على الدليل بسد صباعي بالشكل ده، بسد الدليل بصباعي وباجي اسحب الصباب من تحت. تمام، هسمع صوت زي صوت شفط كده اهو، مش عارف هو واضح معاك ولا. تمام، ولكن الصوت ده صوت ضعيف، الدلائل الجديده بيكون صوت الشفطه دي فيهم اقوى من كده بكتير. يعني سامع الصوت ده هو، تمام، صوت الشفط ده هو او صوت الخبط ده هو هو، لو مش موجود في الدليل بتعرف ان الدليل معاك وسع وبايظ. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بتبص على الصباب بتشوف فيه بوش جوه الدليل ولا لا. طبعا هنا معانا بوش اهو في الصباب جوه الدليل، ولكن بوش خفيف لان الدليل ده مش بايظ خالص، يعني 50% منه شغال. تمام، لو جينا على الدليل التاني بتاع الحريق وحطينا الصباب بالشكل ده هو وسقفلنا الدليل من ناحية، تمام، الخبطة معانا مفيش خالص. بعد كده بجيب معايا اي حاجة بيبة 8 مثلا او اي حاجة رفيعة، وببدأ احطها هنا بالشكل ده واضرب عليها بالشاكوش من فوق لحد ما الدليل يسقط معايا من الناحية التانية كده اهو بالشكل ده. بس اخد بالي ان انا ما اجرحش مكان الدليل، اشوف حاجة رفيعة يكون على كد الدليل بالظبط عشان خاطر ما يجرحش مكان الدليل من الداخل ويحصل معايا مشكله. كده هو ادي الدليل دي احنا طلعناه بالشكل ده زي ما انت شايف، وهنفك الدليل الثاني نغيره معانا بالمره. هو هتجيب دلوقتي دليلين جداد وهنبدا نركبهم مع بعض. ادي كده جبنا الدلائل الجداد معانا، وطبعا الدلائل بيكون فيهم واحد كبير وواحد صغير. الكبير بيركب لصباب البنزين والصغير بيركب لصباب الحريق، واهم حاجة اركب الاستيكين اللي بيكونوا مع الدلائل. طبعا بركب الاستيكين بالشكل ده هو، لابد ان الاستيكين دول يكونوا موجودين عشان خاطر الدليل ما يسربش معايا زيت. بعد ما ركبتهم بالشكل ده ببدأ ادي سنة شحم على الدليل عشان خاطر ينزل معايا بسهولة، سهل معايا حركة كبسه ونزوله في الخزنة بالشكل ده. وببدأ أنزل الدليل بتاعي، ده الدليل الصغير طبعا هيركب ناحية صباب الحريق، وهيجي معايا بقطعة حديد أو بنز بيستم زي كده، وببدأ أحطه هنا على الدليل بالشكل ده. تمام، وأبدأ بالشاكوش أضرب على الدليل بالراحة كده أهو زي ما أنت كده شايف، سنة بسنة لحد ما الدليل ينزل معايا مكانه أهو بالشكل ده. كده الدليل اهو نزل معايا مكانه بطريقة سهلة جدا بسيطة خالص، تقدر تعملها بنفسك وتركبه بنفسك. اتبقى معانا الدليل التاني، هنيجي برضو على الدليل وهندي سنة شحن بسيطة برضو عشان خاطر الدليل ينزل معانا سهل. تمام، بالشكل ده هو. وطبعا ده الدليل الكبير هيركب ناحية صباب البنزين، وهبدأ احط البنز بتاعي بالشكل اللي انت شايفه ده هو، وهبدأ انزل الدليل اضرب عليه بالراحة كده بالشكل اللي انت شايفه دي كده. طبعا الشحن مسهل معايا نزوله خالص اهو،
اهو الدليل كده بينزل معايا، اتبقى منه لسه اقل من نص سنتي. بضرب تاني عليه بالشاكوش، كده الدليل التاني نزل معايا بطريقة سهلة وبسيطة خالص. اكون ركبت الدليلين بتوع الصبابات. حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها وانت بتركب الدليل وبتستخدم اي قطعة حديد مثلا او اي حاجة زي دي، حاول ما تحملش تستخدمش حاجة تكون محملة على الداير ده هو، لان الداير ده مش بيحمل وبيتكسر معاك لو انت حملت عليه ودقيت عليه. بنزل بيستم اسلم حل او اي قطعة حديدة تكون شبيهة ليه في نفس قطر الفتحة بتاعته، بتحملها على راس الدليل من فوق، وبالتالي بينزل معاك الدليل مش بيتكسر منك ولا بتكسر حاجة، وبتركب بطريقة سهلة وبسيطة. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم وقدرت اقدم لكم المعلومة بشكل مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.